تناول فيه مستعينا بالله سورة السجدة بالتأويل والبيان. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة السجدة تطلق على سورتين في الكتاب العزيز، إحداهما ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة فصلت. سورة فصلت يطلق عليها أيضا سورة السجدة، وذلك لوجود السجود فيها، أو على الأصح فيهما. وعن آية السجدة التي في سورة السجدة قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ما حاصله: اتفقوا على السجود فيها خارج الصلاة، واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة. وأورد حديثين ضعيفين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة، سجد في هذه السورة داخل الصلاة، ولا يثبت الحديثان. لكن نقل الإمام الطحاوي رحمه الله الإجماع على استحباب السجود فيها عموما من غير تقييد بالصلاة أو بخارجها. نقل الإمام الطحاوي الإجماع على استحباب السجود فيها. هذه السورة مع سورة الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أو يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة، سورة السجدة وسورة الإنسان. قال بعض العلماء ذلك لأنهما يتضمنان بداية الخلق ونهايته وما بين ذلك، فهنا تذكير ببداية الخلق، إذ الله قال: وبدأ خلق الإنسان من طين، وتذكير بالمعاد، وتذكير بما بين ذلك أيضا على وجه الإجمال، تذكير بالمبدأ والمعاد وما بين ذلك على وجه الإجمال، ذلك في صورتي السجدة والإنسان. وسؤال يتوارد، سؤال يتوارد: الإمام إذا عجز عن قراءة سورة السجدة بكاملها، عجز عن قراءة سورة السجدة بكاملها، هل له أن يقرأ بعضها، هل له أن يقرأ بعضها أم ليس له ذلك؟ فإذا كان عاجزا عن قراءتها كلها، فعندنا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ولا يكون مبتدعا من قرأ جزءا من السجدة أو جزءا من الإنسان، إنما هو قد حاول الاقتراب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عجز أو من خلفه ضعف، فقال: أقرأ تأسيا بالرسول لكن قدر استطاعتي، فقرأ قدرا منها أو قدرا من سورة الإنسان ممتثلا: فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ليس أمر فضلا عن ما ذكر. ألف لام ميم حروف مقطعة، الله أعلم بمعناها، بدأت بها بعض السور. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سبق التنوير.